ايش بتأمرنا معلم؟ استفتاحية اللي بدك يا بكفي هيك؟ بكفي طبعا. شوف اللي بهي الصورة، عم ندور عليه، شفته شي؟ لا، شو عامل؟ هربان من الحبس، إذا شفته اتصل فينا، يعطيك العافية. شكرا. ييت صباح الخير ماما، كيفك؟ جبت لك معي شوربة. شوربة من وين؟ رحت لعند عمو صاحب المطعم. امتى رحت؟ لحالك يعني؟ قلت لعمو انه انت مرضانة، قال لي معافاية ان شاء الله، بعت لك الشوربة، قال لي خليها تاكلها للطيب. وقال لي عصور ليمون عليا. وحط لك فلفل اسود كمان. هاد من ريحة الفلفل، يسلموا ايديك. بدك تاكليها كلها. هي بتنشرب شرب، شوربتك وينها؟ شربي تبعك في وحدة إلي. قال لي دير بالك على أمك لأنه أنت هلأ صرت شاب. طبعاً، مو بس شاب وأحلى شاب كمان. صبية وابنها بيوجعوا القلب، الله يكون بعونهم. يا رجال ما بيكفي نقول الله يكون بعونهم ونمشي. بهالأيام ما في حدا لحدا، هي حفيدتنا ضايعة من شهرين. آه كل واحد عليه من حاله، الدنيا أخدوا عطا. ييت وين عصفورنا؟ تركته حرام. تركته ابني؟ وين؟ طيرته. فتحت له القفص؟ ليش يعني؟ أمي؟ نحن مو كنا محبوسين ببيت هداك؟ هو كان محبوس بالقفص. نحن قدرنا نهرب من حبسنا بس هو ضل محبوس بالقفص، مشان هيك أنا قلت خليه يروح حرام وطيرته. ويوم اللي صدت سمك مع أبوك كمان تركت السمكة مشان ترجع لعند ولادها. عم تسحبني؟ قوم عمو امسكها منيح، أصحك تتركها. هات اوه يا ما شاء الله. بدي ترجعها على البحر. شو؟ حرام رجعها على البحر، بلكي في عندها اولاد، كيف بدهم يعيشوا من دونها؟ انا بعمري وحياتي ما شفت مثل هالصياد نفس، بس مو مشكله برجعها كرمالك. مثل ما نحن هربنا فتحت له مشان يهرب. هيك المعشوق ما بيعتبرنا وحش. هلا بيلاقي العاشق، بيضل يزقزق لحتى يلاقي بابا، رح يلاقينا مثله، بده يلاقينا مثل ما لاقى العلامات اللي تركتهم. قديشك ولد منيح وحلو؟ قد ما انت ام منيحه. عن جد انت بتشوفني ام منيحه؟ اكيد احسن ام بكل الدنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. طلع بهالصورتين منيح، هاي مرتي والصبي الصغير اللي جنبه بيكون ابني. امبارح على باب مطعمك كان محطوط. انسى مو مهم هلأ، قل لي انت شفتهم من قبل؟ ما شفتهم ابدا. انت واثق؟ ايه طبعا. ماشي يعطيك العافية. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.